أكثر ينضم إلي الآن عبر الهاتف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. يعني أهلا ومرحبا بحضرتك. بالتأكيد هذا الهجوم من هذا النوع يتكرر لمرة ثالثة أو رابعة خلال هذه الفترة، ما آخر المعلومات المتوافرة حول هذا الهجوم؟ نعم، مساء الخير. المرة الرابعة حقيقة الأمر في أقل من أسبوع تستهدف الأراضي السورية من الطيران الإسرائيلي. القصف الآن هو على منطقة مطار دمشق الدولي، لنعرف إذا ما كان الاستهداف داخل المطار أم لا، وأيضا الاستهداف لمحيط منطقة السيدة زينب التي تعتبر معقل حزب الله ومعقل الإيرانيين في الأراضي السورية، بالإضافة لقصف آخر على جنوب غرب دمشق ليس بعيدا عن تلك المنطقة، أي أن هناك قصف مكثف إسرائيلي طال الأراضي السورية قبل قليل. حتى الآن نتائج هذا القصف غير معروفة، لأن القصف يعني قبل قليل توقف، أو كانت دفاعات جوية أيضا تعمل على إسقاط حقيقة الأمر الصواريخ الإسرائيلية، لكن كالعادة تسقط بعضها والبعض الآخر يصل إلى أهدافه. لا نعلم إذا ما كان الهدف اليوم هو مطار دمشق الدولي أم الهدف هو مستودعات في محيط المطار وأيضا منطقة السيدة زينب الغير بعيدة عن المطار، وأيضا منطقة المزارع قرب الكسوة، أي أن هذه البقعة الجغرافية من الأراضي السورية التي تقع في جنوب دمشق وجنوب غرب دمشق جرى استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي الذي كثف بشكل غير مسبوق حقيقة الأمر. وهنا نقول شكل غير مسبوق منذ بداية الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، أن يكون خلال أسبوع 4 غارات جوية بشكل قوي جدا غير مسبوقة، وغير مسبوق هذا القصف على الأراضي السورية من قبل الإسرائيليين. طيب، هل يمكن يعني فقط يعني الاطلاع أكثر على هذا الملف المتجدد أستاذ رامي، أن نقف على تفاصيل هذه الهجمات الأربعة؟ الهجمات الأربعة نتحدث عن المقتل أولا. بداية كان المقتل 5 من الحرس الثوري الإيراني فجر الخميس والليلة فجر الجمعة، مثل ما قالت إيران. فجر الجمعة جرى استهداف جنوب غرب دمشق أحد المستودعات التابعة للإيرانيين، وأيضا ما جرى في القصير قتل 2، اعترف حزب الله حقيقة الأمر بأحدهم، وأيضا تدمير مستودع لحزب الله في منطقة مدار التبعة وتدمير بطارية للدفاع الجوي كانت تحمي مركز البحوث العلمية في ريف 5 الغربي. هذه الاستهدافات كلها كانت في دمشق وحمص، أي تكثيف لاستهداف حزب الله وتكثيف لاستهداف ضباط الحرس الثوري الإيراني المشرفين على تطوير الصواريخ وتطوير المسيرات. طيب، أيضا أستاذ رامي، إنما تحدثنا أيضا عن طبيعة هذه الاستهدافات، يعني دائما ما يتم الحديث عن إنها مستودعات، لربما مستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، لكن هل نتحدث أيضا عن أهداف نوعية؟ ذكرت إنه يعني مجموعة من قيادات الحرس الثوري أو يعني من هم الضباط في الحرس الثوري تم اغتيالهم أو تصفيتهم في هذا القصف؟ نعم، يعني هو الهجوم الجديد بدأ الخميس، فجر الخميس، عندما جرى استهداف هؤلاء الضباط في أحد المباني التي دخلوا إليه في قرب المتحلب الجنوبي. جرى استهدافهم بعد دخولهم بنحو ساعة من قبل الطيران الإسرائيلي ودمر المبنى، ولم يتحدث النظام عن الخسائر البشرية، ولاحقا تحدثت إيران، اعترفت بواحد واعترفت بالثاني، وهم 5 من ضباط الحرس الثوري الإيراني. وأيضا ما جرى تدميره في اليوم التالي متعلق بضباط الحرس الثوري الإيراني ومتعلق بما يعرف بتطوير الطائرات المسيرة التي هي شغل إيران الشاغل الآن وشغل إسرائيل حقيقة الأمر داخل الأراضي السورية. طبعا يعني فقط نذكر أو أنه صحيفة الوطن السورية كانت قد أكدت ما أوردته أستاذ رامي بأنه هذه الصواريخ يعني إسرائيلية استهدفت جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي، لكن تحديدا إنما تحدثنا عن إحداثيات هذا الاستهداف أستاذ رامي، ما الذي نعرفه عن طبيعة جنوب شرق العاصمة؟ أهمية هذا الاستهداف بالنسبة يعني لمن قام باستهداف المنطقة؟ يعني يكون واقعيين، يعني جنوب شرق العاصمة وجنوب غرب العاصمة من المفترض بأنها قطعات عسكرية للجيش العربي السوري بين المزدوجين، ولكن الواقع هناك انتشار كبير جدا لحزب الله، انتشار كبير للحرس الثوري الإيراني ولضباط بالحرس الثوري الإيراني ولميليشيات إيران، وهم يتواجدون يعني بشكل كبير بمستودعاتهم في تلك المنطقة رغم القصف الإسرائيلي، رغم المحاولات الإسرائيلية، إلا أن الهيمنة والسيطرة
لهم في تلك المنطقة، وحتى أكثر من ذلك في تلك المنطقة جرى شراء عقارات من قبل حزب الله اللبناني، من قبل ميليشيات إيران من جنسيات عراقية وسورية، من أجل يعني إقامة طوق أمني في تلك المنطقة وجعلها يعني ملك خاص لميليشيات إيران ولحزب الله. طيب أيضا من ضمن آخر يعني المعلومات أو من يوصف الأحداث الأخيرة، تمت الإشارة بأن هناك ضجر وهناك انزعاج من النظام السوري تجاه كيفية تواجد هذه الميليشيات الإيرانية. هل أصبح هناك أي تغيير بخصوص تموضع هذه الميليشيات؟ على الإطلاق وفيز الكريم، يعني ليس النظام السوري، يعني أقول لك بصراحة أنا شخصيا أتواصل مع ضباط، يعني ليس كل الضباط مجرمين في سوريا، هم ضباط بالدفاع الجوي وقطاعات عسكرية سورية، هم مستائين بشكل كبير جدا من تواجد حزب الله داخل قطاعات عسكرية من المفترض بأنه جيش عقائدي، وأيضا من الهيمنة الإيرانية وتواجدهم داخل هذه القطاعات العسكرية. هل تعلم بأن لا حزب الله يثق بقوات النظام ولا الحرس الثوري الإيراني يثق بضباط قوات النظام ويعتبرونهم خونة وعملاء لإسرائيل، وأن الثقة فقط في الإيرانيين وضباط حزب الله اللبناني ومن يعمل؟ شو إشارات هالكلام؟ عفوا أستاذ رامي على المقاطعة، لكن ما هي إشارات هذا الحديث؟ إشارات الحديث بأن هناك هيمنة بصورة أو بأخرى وتواجد كبير وهيمنة كبرى للإيرانيين على قطاعات عسكرية من المفترض بأنها سورية، إذا كان هناك مستشار إيراني، ولكن حزب الله هل هو أيضا له صفة استشارية؟ أنا بتحدث عن التخوين، بتحدث عن التخوين. التخوين ليس فقط الآن، التخوين هم جرت اعتقالات لضباط سابقا وأعلننا عنها على أساس أنهم يعني عملاء لإسرائيل وأنهم هم الذين يعطون الإحداثيات، ولكن الواقع أيضا هناك من يعطي إحداثيات من داخل حزب الله، من داخل الميليشيات الإيرانية، لأن هناك مناطق من المفترض أنه لا تواجد فيها لقوات النظام، كيف تعلم إسرائيل بها وكيف تقصفها وتستهدفها؟ إذا شكرا جزيلا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لوجودك معنا.